نتابع معا. نقول له التوحد والالتزام بالأقوال والأفعال، ما شفنا شيء منهم على الأرض طول الله، بس حكي ولا غير فعل. نتمنى التوفيق للحكومة السورية الجديدة، وأن تنظر بعين أوسع للداخل، وتنظر إلى المآسي التي تعرض لها الشعب، الجوع والقصف والتدمير والظلم، وما حدا عم يطلع علينا، وان ينظر الى الفنادق، لا انه ما يطلع القرار من الفنادق. حل الحكومه المؤقته لان فيها فساد، وما عم يستفيد من الشعب، ما عم يستفيد من شيء، بس حكومه برا وبركوا، بس برا ونحن جوا عم نتعذب. دكتور، هناك ربما امال وتطلعات من الشارع السوري في الداخل أن يجدوا شيئا ملموسا من حكومتكم، سواء بالخدمات وما إلى ذلك، ماذا تقول لهم؟ يعني هم منا ونحن منهم، الكلام الذي يقولونه كله صحيح، ونحن واقعون في الأزمة سواء بسواء. ماذا أريد أن أقول لك؟ هل تصدق أنه بعد الدفعة التي قدمت إلينا كمساعدة في مثل هذه الأيام من العام الماضي لم يقدم لنا أي شيء من ذلك الوقت؟ ماذا أريد أن أقول لإخوتي هؤلاء المساكين الذين يعانون هذه المعاناة الشديدة جدا؟ وكما تحدث الإخوة، الحالة حالة مأساوية. ماذا أقول لهم؟ حقيقة لا أستطيع أن أعبر من الخجل عن هذا الوضع، لكني أريد أن أقول لهم أنه هذا المتاح. هل تعلم أنه لم يقدم لنا أي شيء منذ فترة طويلة؟ هل تعلم أن خزائن الحكومة خالية تماما منذ عدة أشهر؟ حقيقة إذا بقي هذا الأمر كما هو في الفترات السابقة، فلا يمكن أن يتم الاستمرار ولا بأي شكل من الأشكال. حتى الأحاديث التي تثور والتعابير المنزعجة من قبل أخوة المواطنين أنهم لا يجدون شيئا، وأعود للقول بأنها تعابير محقة، ولكن ما هو سببها؟ لماذا كانت هذه التعابير لا تظهر قبل عدة أشهر؟ لأن كنا فعلا قدمنا إنجازا وقدمنا خدمات للناس، بحيث أن الناس تقول أنكم قدمتم لنا شيئا، ولكن الآن توقف كل شيء. الآن ليس هناك أي موازنة مالية لديكم بتقديم الدعم والمساعدة للنازحين السوريين في حتى داخل الأراضي. حتى هذه اللحظة على الإطلاق، وأنا أحب أن أخاطب إخوتنا وأصدقائنا من هذا المنبر الكريم أنه سارعوا في إنقاذ هذا الشعب السوري الكريم. إذا أردتم صموده وأن يصل إلى مبتغاه في الحرية والكرامة، فلا بد من تقديم العون والدعم للحكومة المؤقتة لكي تستطيع تقديم الخدمات للناس. أما إذا كان أشقاؤنا وأصدقاؤنا من بين لا مبالاة أو ارتخاء يقصرون في هذا، فهذا يعني أنهم يريدون كما يخطط الآخرون إلى إنهاء هذه الحكومة المؤقتة، وبالتالي إنهاء الائتلاف وإنهاء المعارضة، ثم الذهاب إلى سقف تفاوضي منخفض تماما عن السقف الهام الذي وقف فيه الائتلاف، وهو أنه لابد من رحيل بشار الأسد. هل بالإمكان هذه المرة تقديم أي دعم للنازحين في المخيمات أطمة والواقع على الحدود شمال مدينة إدلب؟ أي مساعدات ربما تعيلهم على تخطي موجة الصقيع الثانية هذه؟ نحن منذ الكارثة التي أصابت المواطنين السوريين في العام الماضي، وكانت للتقادير في بداية عمل الحكومة، استنفرنا ووضعنا خطة للعام التالي أي لهذه السنة، وخاطبنا كل أخوتنا وأشقائنا وأصدقائنا والمنظمات الدولية أيضا بأنه لا يمكن ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتكرر مثل هذه المأساة، مأساة الصقيع. هل تلقيتم عار على الإنسانية؟ عار على الإنسانية أن يموت إنسان من البرد في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل في العالم، في ظل هذا التقدم الحضاري، في ظل هذه الإمكانيات المادية الهائلة التي تهدر في هذا العالم، والناس يموتون جوعا في سوريا ويموتون بردا بسبب أنهم اتخذوا قرارا أنه لا بد من الحصول على الحرية مهما ثمن. ما الذي حصل؟ كم كانت نسبة استجابة المجتمع الدولي لنا؟ كم كانت نسبة المنظمات الدولية التي استجابت؟ أريد أن أقول لك شيئا،
قبل بضاعة أشهر عندما بدأت قوات التحالف في قصف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، نحن طالبنا كل المنظمات الدولية عندما اقترب موسم الشتاء بأن يقدموا لنا الخيام وقدموا لنا المساعدات، فقالوا نعم لدينا خيام ولدينا مساعدات ولكننا لا نستطيع تقديمها الآن لأننا تلقينا توجيهات أو تعليمات من المجتمع الدولي أنه هناك احتمال كبير أنه بنتيجة القصف سوف يحصل نزوح كبير جدا من المدنيين في مدن التي فيها تنظيم الدولة، وبالتالي نحن لن نعطيكم. نعم دكتور. ما الذي يمكن أن نفعله؟ نحن حقيقة وصلنا إلى مفترق الطرق، نحن صارحنا كل المجتمع الدولي. دكتور دعني، وأنا أريد أقول مرة أخرى، ثانية واحدة، أريد أن أقول مرة أخرى من هذا المنبر، أناشد كل إخوتنا وأشقائنا وأصدقائنا، إذا أردتم للشعب السوري الكريم أن يستمر في نضاله ورغبته في الوصول إلى حريته وكرامته فلا بد من تقديم الدعم. أما إذا أردتم شيئا آخر فهذا شيء آخر. نعم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نكمل حوارنا مع رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور أحمد طامة، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. دكتور أحمد، الآن مدينة دوما في غوطة دمشق، في ريف دمشق، تتعرض ربما لقصف عنيف من قبل قوات النظام السوري، راح ضحياتها العشرات من المدنيين. بالأمس رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور خالد خوجة وجه نداء للمجتمع الدولي بإسراع بإغاثة هذه المدينة كما أغاثها سابقا مدينة عين العرب كوباني. أنتم كرئيس للوزراء في الحكومة السورية المؤقتة، هل قمتم بأي دور في التواصل مع الحكومات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالمجازر التي تتعرض لها مدينة دوما؟ كما تعلم أن دورنا الأساسي نحن في الحكومة السورية المؤقتة هو تقديم الخدمات، ويتكامل عملنا مع الدور الكبير الذي يقوم به إخوتنا في قيادة الائتلاف. نحن نتواصل مع كل الدول أصدقائنا من أجل تقديم المساعدات، وقد تم تخصيص مبلغ 2.5 مليون دولار من المنحة القطرية التي قدمت إلى وحدة تنسيق الدعم. نعم. وخصص هذا المبلغ للمناطق المحاصرة، وعلى رأس هذه المناطق المحاصرة منطقة دوما. هل فعلا تم إيصال هذه المساعدات إلى الداخل؟ بالتأكيد بالتأكيد، هذا يعني رغم أن المبلغ مبلغ ضئيل جدا وهو موزع على مناطق متعددة، وحصة دوما بالتأكيد ستكون ليست بالكبيرة قياسا إلى المناطق الأخرى. هذا واجبنا وهذا دورنا. ما أريد أن أقوله بهذا الصدد أن ما يفعله النظام المجرم في دوما يعتقد أنه من خلال التجويع والقتل والتدمير أنه يركع شعبنا الكريم، وهذا لن يحصل على الإطلاق. انظر إلى معنويات الناس في البلد، انظر إلى صمودهم الأسطوري، انظر إلى النتائج العكسية التي تظهر على الأرض. نحن نعتقد أن واحد من أهم أسباب ما يفعله النظام المجرم في دوما هو شعوره بالخناق الشديد عليه في دمشق، ونحن متفائلون جدا بأن الضغط عليه في منطقة الجنوب وفي منطقة الشرق في دوما سوف تؤدي ثمارها. أعود إلى القول إلى واجباتنا نحن في الحكومة السورية المؤقتة تجاه إخوتنا، هذا مطلب أساسي ينبغي أن نلبيه لصالح هؤلاء الأخوة، ونحن إن شاء الله لن نقصر أبدا في السعي الحثيث والتواصل مع أصدقائنا وإخوتنا من أجل تقديم كل المساعدات المطلوبة. لكن كما ترى أنا أريد أن أؤكد على النقطة التي تحدثت بها منذ بداية البرنامج، أن إخوتنا وأصدقائنا نناشدهم بأنه ينبغي عليهم أن يسارعوا إلى تقديم الدعم لهذه المناطق ولعموم سوريا من أجل وصول الشعب السوري الكريم إلى حريته وكرامته، لأن في وصول الشعب السوري إلى حريته وكرامته هو إنقاذ للجميع. نعم. وليس فقط للشعب السوري. أنت تعلم المخاطر الكبيرة جدا التي يمكن أن تحصل فيما لو وصلت سوريا وهي على أعتاب أن تصل إلى مرحلة الدولة الفاشلة، ستكون بؤرة تنطلق منها كل المشكلات إلى الإقليم وإلى جميع أنحاء العالم.
دكتور، لو انتقلت معك إلى قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار وتحديدا هنا في تركيا، مركز الحكومة لديكم يتواجد في مدينة غازي عنتاب القريبة من مدينة حلب أو من الأراضي السورية التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية. اللاجئين هنا يقولون أن وزراءكم أو الحكومة المؤقتة بشكل عام ليست على تواصل مباشر مع هموم اللاجئين المتواجدين في المدن التركية العدة. في الحقيقة نلاحظ أن هناك العديد من المسؤولين الأتراك يقومون بزيارات دورية إلى داخل مخيمات اللاجئين ويتواصلون مع السوريين، بينما الوزراء الحكومة المؤقتة ربما مغيبين عن مثل هذه الزيارات. أنت تعلم أنه بعد مضي عدة أشهر على قيام الحكومة السورية المؤقتة اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بإنشاء 3 مكاتب رئيسية في تركيا، مكتب في أورفا ومكتب في ماردين ومكتب في هاتاي. نعم. من أجل ماذا؟ من أجل التواصل المباشر مع الأخوة المواطنين السوريين من اللاجئين الذين لجوا إلى الأراضي التركية. وأنا هنا ينبغي أن أشيد وأن أشكر إخوتنا الأتراك حكومة وشعبا على كل ما قدموه ويقدموه لصالح اللاجئين السوريين، إذ أنه لولا هذه المساعدة والمساعدة الكبيرة جدا لكانت الأوضاع وخيمة. أكثر من 1.5 مليون من اللاجئين السوريين قدموا إلى الأراضي التركية، ولولا الجهود المبذولة من قبل الأخوة الأتراك وأيضا من قبل أخوتنا وأشقائنا العرب الذين يقدمون المساعدات لهؤلاء اللاجئين من خلال العديد من المنظمات والتي إما يتواصلون معها مع الناس بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق الحكومة السورية المؤقتة، لكان الوضع أكثر مأساوية. فيما يتعلق دكتور بقضية جوازات السفر، هناك الكثير من السوريين لا يملكون أي جوازات سفر، هل الائتلاف الوطني السوري وحكومتكم بالتحديد هل سعت في تأمين جوازات سفر للسوريين الذين لم يمنح لهم النظام هذه الجوازات ربما ليتمكنوا من الانتقال والتحرك بسهولة؟ نحن لم نقصر على الإطلاق ولم نترك مكانا ولم نذهب في زيارة إلى أي دولة من دول العالم إلا وقلنا لهم أن هذا حق من حقوق الإنسان وليس فقط للمواطن السوري الذي من حقه أن ينتقل ويذهب ويسعى في تأمين سبل عيشه. أنا أريد أن أعود إلى الخلف قليلا. عندما حصل الاعتراف الدولي بالائتلاف كان اعترافا سياسيا من قبل 114 دولة، وهذا كان يبشر بالخير الكثير، ولكن ما الذي حصل بعدها؟ أنه توقف الاعتراف على الاعتراف السياسي ولم يعترفوا بنا من الناحية القانونية، فلم نعطى مقعد جامعة الدول العربية، ولم نعطى مقعد منظمة التعاون الإسلامي، ولم نعطى مقعد سوريا في الأمم المتحدة. ألا تعتقد أن سبب ذلك هو عدم تقديمكم أي شيء ملموس؟ ربما ليس هناك ثقة من قبل المجتمع الدولي سواء بالائتلاف أو الحكومة المؤقتة. ما الذي قدمه الإخوة الليبيون للمجتمع الدولي لكي ينالوا ثقة المجتمع الدولي؟ فأعطوهم بعد أسبوعين من بداية الثورة أعطوهم المقعد في الأمم المتحدة. هو قرار سياسي دولي وراءه ما وراءه، وأنتم تعرفون أن المجتمع الدولي هكذا مع الأسف يتصرف، عندما يريد شيئا فإنه يصنع المعجزات من أجل تحقيقه، وعندما لا يريد شيئا يماهل ويماطل ويماطل ويماطل. طرحوا علينا خطة ديمستورة، كانت في البداية مناطق متعددة وآمنة في 17 أو 18 موضعا في سوريا، ثم بدأت تصغر شيئا فشيئا شيئا فشيئا مع استهلاك الوقت، بالأخير طرحت على أنها ستكون منطقة آمنة في حلب. وعندما تجرأنا وطالبنا ديمستورة شخصيا بأنه من سيدير هذه المنطقة مستقبلا،